ولاية البليدة 6 ولايات، الأمر الذي جعلها مركز عبور هام ساهم في ارتفاع حوادث المرور. فقد احتلت الولاية سنة 2014 المرتبة 7 على المستوى الوطني من حيث عدد حوادث المرور بأكثر من 1100 حادث، خلفت 115 قتيل و 1916 جريح، لتنخفض الحصيلة سنة 2015 حيث سجل 963 حادث، خلفت 112 قتيل و 1561 جريح. بالنسبة لحصيلة حوادث المرور المسجلة بإقليم المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالبليدة لعام 2016 إلى غاية شهر أكتوبر الحالي هي بإجمالي 474 حادث مرور، منه 60 حادث مميت و359 حادث جسماني، أين خلفت 69 قتيل و803 جرحى. مقارنة يعني بالعام الماضي تم تسجيل انخفاض ملحوظ في حوادث المرور ويقدر بنسبة 13%. من بين الأهداف المسطرة تخفيض نسبة حوادث المرور إلى 30% مقارنة بالعام الفارط. في إقليم القيادة الجهوية الأولى وصلنا إلى حد الساعة لشهر أكتوبر العشر أشهر الفارطة إلى 28.51%. تحصي ولاية البليدة أكثر من 40 نقطة سوداء التي تكثر فيها حوادث المرور، أخطرها منعرجات الشفة. بجمالها الخلاب ومناظرها السياحية الساحرة، تخفي هذه المنطقة بين سفوح جبالها منعرجات خطيرة، وما زاد من خطورتها هو تهور بعض السائقين بالتجاوزات في المنعرجات التي تكاد تكون الرؤية بها منعدمة. الطريق هذا معروف بالمنعرجة تاعه، وخاصة مع تم الأشغال تاع الطريق السيار بين تكثر الشاحنات الحجم الكبير كل أنواع الشاحنات، ثانيا مع الجرافات مع كذا، وهذه الشاحنات ما عندهمش طريقة تما كيفاش يخدموا كذا، تما يخرجوا بطريقة عشوائية للطريق ويدخلوا ثاني بطريقة عشوائية. دوبلي في ليفيراس سما سي لو سويسيد كوا، الانتحار. لكن شو يلزم شو نغمضوا عينينا، يعني ماما يقول كاين خط مستمر وكذا ونسيبوا يعني الرؤيه متوفره، واحد يمشي يبقاش يعني هكذاك مكدس وبالتالي ساكري دي بوشون، باسكو على هي لا لين كونتيني سي با جينيرالمون سي سا لي بوشون. لا غير قوانين المرور نحترموهم. كي تكون الشتاء والضباب وكذا تقدر تقول تساوي الموت. الفيراج منعرجات خطيره جدا، خاصه هذه المنطقه غابيه، الضباب هنا تما العام هذا وشويه ما كانش تكون شويه شتاء، بلي الضباب راهو حاله بزاف يعني. تما زيد الخطر يزيد. نحن الان في الطريق الوطني رقم 1 الرابط بين مدينه البليده والمديه. هذا الطريق يشهد حركه مرور كثيفه وخاصه في اوقات الدروه. هذا المقطع من الطريق احصينا به ما يقارب 5 نقاط سوداء بما فيها المقاطع، وأخطرها التي نحن نتواجد فيها حاليا وهي النقطة 63 زائد 500 متر. الأسباب الرئيسية التي تحول إلى حدود هذه الحوادث المرور هي عدم تخفيض السرعة في المنعرجات، إضافة إلى التجاوز الخطير والتجاوز في المنعرجات وعلى الخط المتواصل. نترك جمال جبال الشفة وخطورة منعرجاتها على أمل إتمام مشروع الطريق السريع، لنتجه لنقطة أخرى لا تقل خطورة عن الأولى. الطريق السريع شرق غرب بشطره الواقع بوادي جر يعتبر أخطر المقاطع بولاية البليدة، يسجل به عدة حوادث بسبب السرعة المفرطة. هذه النقطة سجلنا بها 5 حوادث مرور،
وهذا راجع دائما لأسباب العامل البشري وخاصة الإفراط في السرعة. هذا المقطع يتميز بانفتاح باتجاه وهران، باتجاه ولاية وهران، أين المستعملي الطريق يفرطون في السرعة. الناس ويت عنده هذا يجري هذا عند هذا وكاش رالي ميت، يعني ما يخموش على لي كونسيكونس. يعني كما قال دي فوا تكون الشتاء هنا دي فوا مع الشوسي غليسونت كيف كيف يقعدوا لا ميم الور ويسقوا بعضهم بعض بزاف، ما كاش لي سباس ما يخلوش هذيك لا ديستونس بيناتهم. اوكي كيما توقع ديكا بعيد الشهر ولا هذا يكسب فيها هذا. دونك انا اخر مره مشيت فيها سيتي 3 فيكول في بعضهم البعض، 3 فيكول كل واحد مطونطوني في الاخر جوست باسكو الباب. هما دايرين بلاك هنايا ممنوع تجي بسرعه 100، هادي هما هنا الاخر. ويا هذا بالي مسرح هذا، هذا وتكون فيه السرعه مستحيل باش واحد في العادي ما تقدرش تمشي فيه 100 تلقى صعوبات سواء من المركبات ولا من الشاحنات. السرعه 100 ما تقدرش تمشي 100، لازم تزيد في السرعه. كاين عده اجراءات واليات نتخذها بعد دراسه علميه ومنهجيه لأسباب حوادث المرور من حيث السرعة أو المناورات الخطيرة، من خلالها يتم برمجة خدمات خارجية مثل ما رانا متواجدين حاليا في سد ثابت لخدمة الرادار للحد من الإفراط في السرعة، وهذا دائما في خدمة المواطن سلامته وحماية ممتلكاته. إذن هي بعض المقاطع والنقاط التي تعرف حوادث خطيرة أغلب أسبابها تعود للعامل البشري، فما على السائقين إلا التحلي بالحذر والقيادة وفق مبادئ السلامة المرورية.